حضرت الفنانة مريم حسن اللي مكسرة الدنيا يا جماعة السنة دي، وعاملة قلق جامد جدا في البلد وعاملة مشاكل جامدة جدا. بص احنا نسيبها بقى نشوف هي اللي تقول لنا ايه اللي حاصل. عايزة اعمل ايه يا مريم؟ انا الحمد لله تمام. مشاكل ايه بعد الشر؟ عاملة في البلد دي يا مريم؟ بعد الشر انا اللي عاملة مشاكل. اريد رجلا عاملة قلق. الحمد لله، يعني بصي لسه مكمل نجاح لحد دلوقتي، ودي حاجة تسعدني جدا وتسعد اي فنان لما يقدم عمل ويلاقي نجاحه مستمر معاه، لسه الناس عايزة تتفرج مع يعني مع الإعدادات الكتير اللي حصلت للمسلسل، لسه الناس عايزة تتفرج وعايزة تتابع ومتعلقين بالشخصيات جدا. انت عارفة ان بنات مصر كلها حاسداكي على المسلسل؟ فعلا؟ لا حاسداكي على الدور، على الدور. ما هو في الاخر ما تتحسدش. يعني بصي كلنا نحب ان احنا نعيش في رومانسية ونعيش الحالة الحلوة دي، طبعا مش نهايتها، يعني نحب نعيش الجزء الاولاني منها، بس ما فيش حب من غير وجع. بس الشخصيات مع بالظبط الشخصيه اللي قدامك، اصل يعني في الحياه اللي احنا عايشينها دي اكتر حاجه ممكن تفرحك واكتر حاجه ممكن تاخدك في عالم تاني هو الحب، هو ده احلى حاجه في العالم. فاي حد يحب يعيش قصه حب حلوه قوي، بنت او راجل يعني، بس ما يحبش يتوجع يعني. بس قولي لي بعد الدور بتاع اريد رجلا والنجاح اللي حققتيه، واعتقد ان انت ما كنتيش متوقعه كميه النجاح والصدى الجامد جدا اللي حصل للمسلسل، انت كمريم اختيارك بعد كده للادوار ايه؟ يعني هتعملي ايه فيه؟ وهتبقي قلقانه وهتبقي متوتره وممكن ترفضي حاجات لو شاكه فيها ان هي ممكن ما تحققش نفس الصدى؟ طبيعي هبقى قلقانه جدا، وطبيعي اتمنى ان انا اعمل حاجه بنفس المستوى. انا ما اعرفش اللي جاي هيبقى بنفس المستوى ولا لا، اتمنى من جوايا، ده توفيق من عند ربنا. القلق دايما بيفضل معايا ومع اي فنان يعني، بس يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا اختار حاجه شبيهه او حاجه تبقى بنفس المستوى يعني. طيب وانت ايه الجديد عندك دلوقتي حاليا؟ انا عارفه انك بتصوري حاجه. لا مش بصور حاجه حاليا، لا لا لا، بس ان شاء الله يعني يبقى في خطوه مختلفه قريب. دراما ولا سينما؟ دراما. مش ناويه تقتحمي عالم السينما ولا شايفاها لسه خطوه يعني قدامها لسه شويه؟ لا ناويه طبعا. انا اخر فيلم عملته ولد وبنت كان تقريبا من 5 سنين، وبعد كده عملت مسلسلات، فلا بالعكس انا السينما يعني هولد شويه للسينما ومركزه دلوقتي شويه في الدراما، ولا عايزه يعني انت سايبه الموضوع مفتوح؟ لا انا مش عامله هولد لاي حاجه، بالعكس انا الحاجات اللي اتعرضت عليا ما كانتش يعني يمكن عجباني او ما حصلش فرصه ان انا اعمل فيلم يعني مختلف، وعملت مسلسلات، فان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في حاجه انا احبها واحب ان انا ابقى بشارك فيها. ما اتعرضش عليكي حاجه 2017 رمضان؟ قصدك ايه مسلسل؟ رمضان 2017 مسلسل؟ لا اكيد، بس لسه لا لا لسه ما مضيتش يعني، لسه يعني دي خطوه هتكلم فيها قريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق يا رب، واشوفك من نجاح لنجاح ان شاء الله يا مريم. ميرسي ليك وشكرا. شكرا. ميرسي حبيبي. حضرت اقوى موقع فني.